مساء النور مشاهدينا ومساء الألوان الرائعة اللي شفناها معاكم مع هذه الإيقاعات الرائعة لإحدى الفرق المشاركة في أجنحة القرية العالمية وتحديدا هذه الفرقة والاستعراض اللي استمتعنا معه وإيقاعات الجميلة واللوحة الراقصة من الفرقة الصينية. نحن نوافيكم يوميا مشاهدينا من هذا المكان الرائع مع هذه الإيقاعات الصاخبة الجميلة من كل القرى من كل الأجنحة، أصوات المياه الرائعة اللي دائما يعني تضفي على جو هذه الحلقة وهذا المكان، جو جميل يعني لو توصفونه غير عن يوم أنتم تكونون موجودين شخصيا في هذا المكان بالقرب من هذه البحيرة اللي تتوسط مرافق القرية العالمية، مكان يجمع كل الحضارات كل الثقافات وكل الشعوب والزوار حول العالم يتوافدون لإمارات دبي هذه الإمارة العالمية ويعيشون أوقات ممتعة في كل مرافق والأماكن الجميلة في القرية العالمية. نحن نعرف اليوم الخميس له وقع خاص شوية على قلوبنا كلنا لأن يختلف يوم الخميس عن يوم الأحد يوم نبتدي، لأن نحس أن عندنا نشاط من الصبح وعندنا كثير من الأمور اللي لازم ننجزها طوال هذا الأسبوع، ولكن يوم الخميس تحسون بشعور مختلف من بداية اليوم حتى تكونون يعني بادينا بنشاط، تحسون أنه خلاص بيخلص هذا اليوم وبتبتدون الويك إند وبتحصلون على يومين راحة وإجازة. فجميل هو يوم الخميس له إيقاع مميز وحتى دائما يتغنون فيه الحين قاموا يوم الخميس ويكتبون فيه قصائد وأشعار ودائما نتداولها في البلاك بيري وحتى في كل مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي. نبتدي معكم اليوم الخميس في حلقتنا أيضا ونجول في كثير من الأحداث المهمة اللي تعيشها دولة إمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص. هناك كثير من الأحداث والفعاليات الدولية اللي دائما تحتضنها دولة الإمارات كونها أرضية خصبة لاستقطاب هذا النوع من المعارض والمؤتمرات المتخصصة الرائدة والمتميزة. ونبتدي مع المكتب الدولي للمعارض وليزور دبي للوقوف على استعداداتها لاستضافة إكسبو 2020 ونشوف هذه الزيارة. تواصل العقول وصناعة المستقبل، بهذا الشعار تقدمت الإمارات بملفها لاستضافة أكبر وأضخم المعارض في العالم إكسبو 2020، فهي دائما تؤمن بأن المستقبل يكمن في عقول المبدعين. وخلال المؤتمر الصحفي الختامي لجولة اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض والتي استمرت 4 أيام، أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس اللجنة الوطنية العليا لاستضافة إكسبو الدولي 2020 عن ترحيب دولة الإمارات بوفد المكتب الدولي للمعارض، وأكد بأنها فرصة للتعرف عن قرب بمقومات المنافسة التي تمتلكها دولة الإمارات، آملا أن تكون الزيارة كافية لبناء صورة واضحة عن الإمكانات والطاقات في سبيل الفوز بالحدث العالمي. كما أبدى رئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في كلمته من ارتياحه بهذه الزيارة التفقدية، مشيرا إلى أن الزيارة أتت ليست للمقارنة بالدول الأربع الأخرى المنافسة بل للتقييم والاطلاع على المقومات التي تتمتع بها الدولة ومدى مطابقتها للمعايير الموضوعة وأهداف المعرض. ومن ثم تأتي مرحلة إعداد التقارير النهائية لتعلن الجمعية العمومية بعد التصويت النهائي ل163 من الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض عن الفائز بالاستضافة في نوفمبر القادم. نتمنى نحن إن شاء الله دائما أن نكون إن شاء الله ناجحين وأن الحدث يقام ونول الجهد اللي بذل سواء من الحكومة بالدرجة الأولى وأيضا من الشعب دولة الإمارات أو المقيمين على دولة الإمارات أن ننجح في هذه المنافسة. أنا أقول ونحظى بشرف استضافة الإكسبو إن شاء الله في 2020.
شكلت الزيارة التي قام بها وفد اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض والتي استمرت لمدة 4 أيام فرصة ذهبية لتكوين صورة واضحة عن البيئة الإماراتية وما تتمتع به من تناسق وتناغم تام مع أكثر من 200 جنسية والتعرف على عادات وثقافة الدولة ونهجها في تحفيز الإبداع والابتكار. لا الحمد، إمارة دبي لها بنية تحتية قوية تضاهي مدن العالم ربما أكثر، أن تطلعات كثيرة في المستقبل في بناء مدينة متكاملة في تخدم مشروع الإكسبو. الوثائق اللي قدمناها وثائق معدة إعداد جيد، والحمد لله نحن أملنا كبير باستضافة هذا المؤتمر للصرح في 2020. كل حد صراحة بذل جهد جبار طبعا شرح هذا الملف، وفي النهاية يعني في النهاية إن شاء الله القرار بيكون في نوفمبر وإن شاء الله أن نتوفق. خلينا في شيء مهم أبغى أقوله في تصريح سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد لما قال أن الحدث هذا الحدث يهم المنطقة بالكامل، فالمنطقة تتطلب هذا الحدث مش بس دبي أو دولة الإمارات، فالمنطقة بحاجة للحدث هذا لأن الكل بيستفيد في المنطقة، فإذا دبي تمثل المنطقة بالكامل، يقصد يعني منطقة الشرق الأوسط والدول اللي حولنا بيستفيدون أيضا من المؤتمر هذا، ونحن نمثل منطقة بكاملها، فبالتالي الجميع بيستفيد. تتطلع دولة الإمارات إلى أن تنجح في استضافة هذا الحدث العالمي، ولا سيما بأنه يعد الأول في منطقة شاسعة تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب وغرب آسيا، مما يعزز من حظوظ الدولة لاستضافته بكل اقتدار.